نرمين نصفر قاعدة تتلقى في رسائل دعم بعد الهجمة الشرسة اللي تلقاتها على خلفية الفيديو واللقطة اللي تعادت في فيديو لايف وهي تشطح فيه. الناس عملتلها دي كابتور وهي في وضع لا أخلاقي، وضع متعرية فيه. هي عبرت على ندمها وقالت لي ما تقصدش هدايا وبكيت، لكن تلقت برشا رسائل دعم خاصة من فنانين. الفنانة سيرين ميلاد بعثتلها تدوينة قتلها كفنانين ومشاهير معارضين لبرشا حاجات تنجم تصير لنا. أنا واحدة من الناس كليت برشا تيحات أنا نغني في حفلات الزفاف وعادي، واليوم اللي صار على نرمين صار عليا أو صار على برشا مشاهير قبل. ونرمين وكلمة حق نعرفوا مليحة ولاد الدومين قديش أشرف من برشا يدعيوا الشرف وبشهادة من بعض الأصدقاء ليا إنها صحيحة تفادلك وتشطح وتغني واللي تحب، أما يوفى غادي كل الدعم نرمين ولا يهمك الزمان ينسي العبيد. في ساعة هذه نشرتها وتفاعلت معها نرمين صفر وشكرت الفنانة سيرين ميلاد. ما تنسي واش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الفيديو القادم.